من هو الإمام البربهاري؟ سبحان الله، أنا أعجب. هؤلاء لم يكونوا معروفين لدى الناس، لكن لما أتت هذه الفتن وظهر أهل البدع، وكانوا فيما مضى كانوا يحاربون أهل البدع وأهل الفتن، أظهرهم الله عز وجل في هذا الزمن، مع أن الإمام البربهاري بيننا وبينه أكثر من 1100 سنة، لأنه توفي سنة 329. هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري شيخ الحنابلة في بغداد، كان ذا قوة على أهل البدع وعلى أهل الأهواء، وكانت له مكانة عند السلطان، لكن أهل البدع وأهل الأهواء أرادوا به وشاه، حاربه وزير هذا الخليفة فاستتر، فلما مات هذا الوزير عاد وظهر صيت وظهرت مكانة الإمام البربهاري، فعاد الوشاة أخرى إلى الخليفة حتى استتر رحمه الله، فمات وعمره 77 سنة، لكن الله عز وجل أظهر اسمه في مثل هذا الزمن. ولذلك يقول الإمام ابن بطة، يقول كما في تاريخ الخلفاء، وكما أستفت سيرة البربهاري في تاريخ الخلفاء للذهبي وفي سير أعلام النبلاء للذهبي، قال ابن بطة كما في تاريخ الخلفاء للذهبي، قال: إذا رأيت الرجل البغدادي يثني على الإمام البربهاري فهو صاحب سنة. سبحان الله، أتدرون في هذا الزمن أن الإمام البربهاري ذم وقدح من بعض الأشخاص ولو كانوا وبكل صراحة ينتسبون إلى علم أو إلى دعوة؟ لما؟ لأن كلامه صريح وواضح في محاربة أهل البدع.